الإعلام الصهيوني هون اللي بيركز عليها بشكل أساسي. هلا الإعلام كله ورا بوتين، وما عاد يسترجوا يلعبوا، والعاب صارت يعني ما عادش تعطي ثمار. الروسي مش بحاجة، هلا بتلاقيه بروح بس أي بلد بيسافر وبيرجع وعايش هون أحسن ما يكون. أعطيها لقول له بتروح بتعيش، افتح له الحلم، ما عادش يروح مثل الأول. طب والسيطرة عاش اللي روحهم مثل الأول. كان في تركيز بالأول لفرط روسيا، فرط الاتحاد السوفيتي، إنه الغرب 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 أيام يلتسن لا يفرطوا هذا البلد. هلا مرة مرحلة فوضى أيام يلتسن وغورباتشوف، بعدين إجا بوتين كمش اللعبة كلياتها وركز الأمور. وهلا كل العالم مع بوتين، حتى اليسار حتى الشيوعيين بيقولوا لك بموضوع السياسة الخارجية، بمواضيع كثيرة هن مع يعني مع بوتين. تفضل تعالى. تعالى. لا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. دكتور مروان ودكتور إبراهيم. أيوه. أهلا وسهلا. أهلا بالشباب. يلا بسم الله. صحتين وعافية، أنا شوي ما بتوجعني. بيقولوا لي الشباب دائما بتجي بتقعد بتنفخ. يعني دكتور معجزتك بتوجعك؟ عندي شوية بس مثل ما بيقولوا بالروسي سابوجنيك بالسباجي. بتحكي روسي شيء؟ لا خالص. لا بيحكيش روسي. بيقولوا دائما الصعيد. الصعيد يا احمد. بيقولوا اللي بيشتغل بالخشب شو بيسموه النجار. باب النجار مخلع. بالضبط. باب النجار مخلع. نفس المشكلة أنا صايرة معي، عندي شوية وجع مادي. حضرتك دكتور في ايه؟ جرحت عيون عندي. افتلمولوجي. اهلا وسهلا. حضرتك دكتور؟ عضم. مفاصل وعضم. اهلا وسهلا. تنفع في البرد ده؟ يمكن هو حاله شويه حاله شويه يعني ايه مش شغال، انما العظم في البرد ده شغال كويس. طبعا حاولت دايما. هتجيب عربيه قبل منه؟ ها. لا بقى لنا عمر ما شو. بقى لك كم سنه يعني؟ شي 16 سنه. وين حضرتك؟ 10 سنين. ده شو قال لي الخبز يا حسن؟ انت اللي قررت تيجي وروسيا ولا هي جت بالصدفه معاك؟ لا خي هو اللي اخوك. الله يحفظه. عمل ايه؟ سبقك هنا الاول؟ وبعدين قدم لك دراسه وحضرتك؟ انا كنا سبع شباب هون قرايب، ولاد عمي ولاد عمتي، رينا وبيتها. بس عجبتنا البلد، رحت فرنسا 3 سنين درست باختصاصي، وهلا فتحت المطعم. بس ده مطعمك؟ مع ابو علي يعني ايه بنشتغل هون. انا بحسبكم مجرد اصدقاء جايين. ده مطعمك؟ اصدقاء. ده احنا أصدقاء. احنا حظنا حلو، احنا معانا صاحب المطعم ومدير المطعم وابو جاد وضيوف المطعم طب محمد جاي بقاله 3 شهور روسيا، تنصحه بايه؟ هو لسه بقاله 3 شهور ومراته لسه ولا بيشتغل ولا بيتجوز؟ هو اتجوز في مصر الروسيه. اتجوز في مصر هون. ومراته هتولد النهارده او بكره ان شاء الله. عايز اقوله ان الواحد ما بيحبش امه عشان هي اجمل ست في الدنيا، هو الواحد بيحبها عشان هي امه. نفس الحكايه بلدنا، كل واحد انا عن نفسي انا بحب بلد عشان مش هي احسن بلد في الدنيا، وانا عارف ان هي مش احسن بلد في الدنيا. وروسيا برضه مش احسن بلد في الدنيا. لا انا روسيا مش عشان هي احسن بلد في الدنيا، في بلاد كتير احسن منها. نحن بنحب لبنان، انا جاي نحن بلدنا بنحبه كتير. شوف هو ده، انما هاي البلد عطتنا علم وعطتنا ماده وعطتنا خبره بالحياه، ونفضل اذا على بكره بيقولوا لنا لبنان او روسيا بنرجع لبنان. كلكم عندكم نفس الاحساس؟ انا بعتقد نفس الشيء. الشباب اذا دكتور خيروا ما يعني ما بدل لبنان باي دوله بالعالم. بالضبط دكتور، طبيعي على لبنان بالنهايه. أيوة. انا تركت فرنسا. خلاص انا موافق. انا موافق. حلم العرب انه يروح على فرنسا العربي او على امريكا. انا عشت 3 سنين باريس واشتغلت طبيب، فلقيت رجع على لبنان على اساس تغير. وحضرتك ترجع لهون؟ يا اخي هذا كله انا برايي يعني حكي عواطف وتنظير. وين بلده الوطن؟ لا 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 ده رايك. اول بلد خلي لها كفي فكرتي. طيب ماشي ماشي ماشي. وين بلده الواحد؟ وين بلده الواحد؟ احنا عندنا محل مخلق بنقول وين مراته وين بلده. وين بلده الواحد؟ وين يحترم؟ وين بيلاقي شغل؟ وين بيطلع مصاري قادر يعيش عائلته؟ ما بيتحكم فيه لا زعيم طائفته ولا مختار ضيعته ولا حدا. البلد اللي بتلاقي فيها رزقتك ومحترم فيك تقعد فيها. لو تقعد ببلدك ليش تركنا بلدنا نحن؟ ليش قاعد عم نفنص على حالنا ونقعد نحكي شو اسمه؟ ليه الواحد عم يترك بلده؟ لانه مضطهد ببلده. اجى لهون وقت بيقعد خلي واحد مش هني عم يحكوا. طيب دلوقتي انا معايا الدعوه بتاعت ابو جد
او انا جوه دعوه ابو جاد باللغه بتاعتنا في مصر. عرفني باصدقائه وعرفني بصحبته زي ما بيقولوا بالبساطه يعني كده، صحبته الطيبه. هو مختلف معاهم طول الوقت وعامل شقاوه عامل دوشه، اعتقد بعد ما نطفي الكاميرا هيتلموا عليه يضربوه، اعتقد كده يعني. اتكلمنا عن المرأة الروسية ومعانا دونجوان العرب عنده 6000 عيل بس يعني هو في الأنابيب في الأنابيب. معانا الصامت دائما اللي العازب دائما اللي ناوي يعملهم ويرجع فين مش عارف. وطبعا انا عرفتكم من الاول خالص بابو جاد بلد الاصل. ومدير المطعم اللي مستضيفنا في المطعم وله رايه الفلسفي اللي نابع من ثقافته الاسلاميه. كنت اتمنى يبقى معانا كمان مصري مع محمد اللي لسه جديد خالص، اللي لسه يعني ما شالوش من عليه التيكت، لسه بالتيكت زي ما هو، احتمال نرجعه المحل تاني ومش عايزينه. يا رب اكون عرفت اقدم لكم شويه من اللي انا شفته في روسيا، اقول في موسكو لان مش روسيا، مش عايز ابقى كذاب يعني. وقفل الكاميرا يا حاج كات. بيقول لك اتفقوا على الا يتفقوا، حلها. هما اتفقوا مع بعض ان هما ما يتفقوش، يعني زي ما تيجي تقول ايه، انا عارف ان انت عارف ان انا عارف ان انت عارف. ده حال العرب في الوطن العربي وبره الوطن العربي. لما قعدت معاهم حصل كلام، احنا في الحنجوري زي الفل، حصل كلام ما بينهم وبين بعض. لا لا لا، ده الموقف الفلاني كذا، لا الموقف الاعلاني كذا، بس في النهاية في قلب طيب وفي حنين، الدم حن ودمهم بيحن لبعض وبيساعدوا بعض. واللي انا لمسته فيهم كلهم خصوصا لما قعدنا مع ابو جاد في المطعم، ان كلهم بلا استثناء بلا استثناء بيحبوا البلد اللي هم عايشين فيها اللي هي موسكو او روسيا. يعني منهم الدكتور المتخصص في العظام، الدكتور التاني بتاع العيون، ابو جاد المهندس الزراعي اللي بقاله 30 سنة عايش في روسيا واللي بقاله 18 سنين مختلفة. وجايبين كمان اصدقاء ليهم وعايشين، يعني الطباخ بتاع المطعم لما دخلت قلت له انا نفسي اكل باميه يا اخي وبتاع مش عارف، قال لي هعملها لك من عينيا الاثنين بس تكرم لي عيونك طبعا، بس نفطرك الاول الطعميه والفول. الواحد حس بحنين بغض النظر عن الديانه، بغض النظر عن الشعبه الدينيه كمان جوه الديانه الواحده او الفرقه الدينيه جوه الديانه الواحده. حالهم مرتاح الى حد كبير، معاناتهم زي معاناة المواطن الروسي بالظبط وزي معاناة المواطن العربي بالظبط، لو هو في بلد عنده نفس المعاناة، لو هو في روسيا عنده نفس المعاناة. انما في شوية ضغوط الغربة برضو، الغريب غريب.